شو يا سيادة المقدم البطل؟ ما كنت عارفانة إنه الفرع لبيت أبوك تحبس مين ما بدك وإيمت ما بدك؟ ما بدك ترد؟ كنت مفكرتك ناجح هون فاشل برا، بس فاجأتني طلعت هون أفشل بكتير من برا. ما لقيت المجرم قام شحطتني. ايه معك حق، مو حلوة تجي على الفرع وإيدك فاضية. اسمعيني، لا بتحملي حالك بتروحي بتغسلي وشك بتنظفي من هالمسخرة وبتطلعي من هون، وإذا بشوفك مرة تانية بمكان من هالأماكن ما رح تعرفي شو رح نعمل فيكي. عم تفهمي؟ انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ شو لك عندي؟ مين انت لتتأمر على كيفك؟ انا بعمل اللي بدي اياه وايمت ما بدي. عم تسمع؟ عم تسمع؟ كلامي ما رح كرره مرة تانية. بتغسلي وشك وفي سيارة ناطرتك برا، بتروحي بهالسيارة بتنقبري لعن نيفين. إذا بشوفك مرة تانية برا ما رح تعرفي شو رح أعمل فيكي. يلا